أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. كثر الطعن في علماء السنة الذين على نهج السلف الصالح في هذه الأحداث الراهنة بأنهم مداهنون وأنهم موالون للكفار، فهل من نصيحة لهؤلاء والله يحفظكم؟ أولا، هل يطعن في العلماء وأنهم مداهنون وأنهم هو سواه نفسه؟ ما الذي قام به؟ ما الذي قام به نحو الكفار؟ أو بس كلام يقوله بدون عمل؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، هو يعرف ما هي المداهنة وما هي المدارات؟ هناك فرق بين المداهنة والمدارات، هو يعرف الفرق بينهما أو يتكلم بغير علم؟ الأمر الثالث، أن الإنسان في هذه الأحداث والفتن يمسك لسانه، يمسك لسانه لئلا يقع في الغيبة والنميمة، أو يقع في تحريش بين المسلمين والتفريق بين المسلمين. واجب أن الإنسان يمسك لسانه، وهذه الأمور له ناس يتولونها من أهل العلم ومن ولاة الأمور يعالجونها، ما وكلت إلى هؤلاء، هذه له ناس خاصين يعالجونها، وهي من شؤونهم واختصاصهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الأمور ما هي من حق كل أحد أنه يدخل فيها، هذه من حق ولاة الأمور وهم العلماء والأمراء، والله يعينهم على هذا، أن مسؤوليتهم والواجب أن ننصحهم وأننا ندعو لهم بالتوفيق والسداد والثبات على الحق، هذا واجبنا. أما أننا نجلس ونسب فلان ونطعن في فلان ونقول في فلان، هذا ما هو من حقنا، هذا شر، هذا لا خير فيه أصلا، هذا شر محض، لا مصلحة فيه إلا التفريق بين المسلمين وإساءة الظن بالعلماء وإساءة الظن بولاة الأمور وزيادة الفتنة. فيجب التفطن لهذا الأمر. هذه الأمور فوضى، كل يتكلم وكل يقول وكل يعمل، ثم يصبح الأمر فوضى. أمور الدين منضبطة، لا مراجع، وإذا كان عندك شيء متبين لك ما هو بتحسيه بالمجاز، إذا كان عندك شيء من العلم وعندك شيء من البيان رح لما المسؤولين أو اكتب لهم، أما أنك تكلم بالمجالس هذا لا يجوز، هذا إثارة للفتنة وشر، وتكلم عند ناس ما جهال ما يفهمون شيء، ثم تحمسهم ضد إخوانهم وضد ولاة أمورهم، أو ناس ما بيديهم شيء، تكلم مع ناس ما بيديهم حل ولا ربط، وش الفائدة؟ فأنت إذا كان عندك علم وعندك شيء متبين فأنت تبلغ بولاة الأمور. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة أنك توصل للمنصوح، ما هو بالنصيحة أنك تغتاب الناس تنقصهم تتهمهم بالمداهنة وترميهم بعظائم الأمور، هذا أشر من اللي أنت خايف منه. نعم.